فإن من سمات ومعالم هذا المنهج الحق لمن لزمه بصدق: أولا تحقيق العبودية لله جل وعلا وتجريد التوحيد له جل في علاه، ثانيا تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا لزوم فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم للأدلة الشرعية وعدم الخروج عن ذلك، رابعا الحذر والتحذير من البدعة والمبتدعة، الخامس الوسطية لمن لزم هذا المنهج، الوسطية بين الغلو والجفاء، السادس الثبات على الحق، السابع الحرص على الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق، الثامن نبذ الفرقة والاختلاف، التاسع الحرص على تحصيل العلم النافع ونشره بين الناس ودعوتهم إليه مع الصبر على الأذى فيه، والعاشر العمل بالعلم